ابو خير ما ببيع. الزلمة عم يسأل كيفك. ايه ما ببيع. شو قصته يا فريد؟ ما بيسمع؟ بيسمع بيسمع اللي بيعجبه. المستر جون جاي يسأل خطأ. هلأ صار مستر؟ طلع فيي تشوف؟ وبرنايتا كمان؟ المستر جون من 20 سنة لما إجا يسافر باع كلبستان. كان محتاج فلوس. مبارح لما حكيت لك قلت لي تعال اليوم وانت الله ناعم عليك. وهالبستان اذا بدك تنكشه بدك تزرعه بدك تتغلب لشو؟ كيف لشو؟ انا بقول لك كيف لشو. انا بقول قديش دفع لك هو في الماضي. خد منه زيادة مرتين ورد له هالبستان. هلا فايق عليه؟ هلا الله طعمني وصار معي فلوس بقدر عمر فيه وازرعه. واذا مش راح تبيعني اياه يا ابو خير راح احمل حيل وسافر. ها لا لا يا عمي بيك كان صاحبنا. فاذا رد له هالبستان. دخلك بديش وقت بعتني اياه؟ بعتك اياه ب50,000 ليرة. لا يا خباص شو عملت فيهم؟ كان علي داين واعطيت امي شوي وسافرت فتحت شغل. هلا قديش بدك تدفع لك؟ قل لي كلمه وحده. ايه كلمه وحده. 1,000,000 ليرة. 1,000,000 ليرة؟ ايه. لك بكل اللي جمعتهم 1,000,000 ليرة. شو بعمل لك؟ هيك صارت الارض. لك يا عمي انا سافرت تعبت وشقيت 20 سنة تجمعت هالمبلغ، انت شو عملت؟ انا بكفي قعدت بهالارض، بكفي ما فليت. عمي ابو خير رخص لنا شوي. لك يا عمي الجمعه الماضيه اجوا دفعوا لي هالقيمه وما بعت، بس انا قلت هو احق من غيره وبيو كان صاحبنا. يا عمي التراب ذهب ذهب. عمي ابو خير انا اشتريت مستر جون وانا بعت. مجنون؟ 20 سنة بالغربة حتى جمعت 1,000,000 ليرة تيجي تحطهن حق البستان وتقعد؟ معلش هيك صار، بعنا شقفة ارض، سفرنا جمعنا 1,000,000، رجعنا تنشتري الارض صار حقها 1,000,000. ل20 سنة 1,000,000 ليرة كذبة. يمكن أنا حلمت أني سافرت واغتنيت ببلاد تاني وكله كان وهم، أو لكون أنا حلمت أني نمت تحت شي صنوبرة وهلأ وعيت. يمكن.